المشاهد الكريم، عند مرورنا بمحطات المواصلات والأسواق نجد أن هناك بعض الأطعمة التي تباع في الشوارع، خاصة الفواكه، وهذه الأطعمة تتعرض لكثير من الأشياء مثل الغبار والميكروبات التي يحملها الجو. أين الرغابة وأين المحليات من كل هذا؟ نحن وأنتم نناقش هذه القضية في توقعة اليوم. بالنسبة للأطعمة التي تباع في الشوارع لها سلبيات ولها إيجابيات، فهي مضرة من ناحية ومفيدة من ناحية. مفيدة من ناحية بتمثل مصدر دخل للناس اللي ما بتقدر تفتح أماكن مغلقة أو مطاعم مغلقة، فهي بتمثل مصدر دخل بالنسبة لهم. والناحية المضرة لأنها بتكون معرضة للتلوث والذباب والأغبرة، في من الناحية دي بتكون مضرة، ممكن تكون مصدر الانتقال للعدوى لكثير من الأمراض. ملاحظين أنه اللقي في المحلات هنا يعني بكون كاشف، ما في رغبة حتى من المحلية اللي أصحاب المحلات بتاعت الأكل. يعني معظم المحلات هنا الوساخة بيكون قدام المحل، النفايات كلها بيكون قدام المحل، حتى الواحد لما نجي خاشي كون داير لها من بعيد نفسك بتقفل من الأكل. أرى أنه يعني الأطعمة اللي تتباع في الشارع ده يعني في بعض الأطعمة فاسدة، ويعني الناس يعني واحد لمصلحة الشخص واحد بيقوم بضر المجتمع كله، يعني ده نحن يعني لازم يعني نحارب الحكاية دي. ودائما يعني الناس يعني تشوف المحلات الناس اللي تشتري ذاتها، يعني احنا ننصح عنه شنو ما يشتروا من محلات الأشواعية، يعني في الشارع الغبار وكده في بكتيريات. والله الأطعمة في الشوارع دي كلها يعني ما بتسبب إلا الجراثيم والبكتيريات في المعدة وفي البطن، غير الأمراض ما في أي حاجة تانية الواحد ممكن يستفيد منها. دي يعني أنا بنصح كل المواطنين إنه شنو يأكلوا من محلات مقفلة ومحلات يقدر الواحد لو عايز يشتري تبيش يشتري أي حاجة زي دي يشتريها ويغسلها ويوديها البيت أحسن، ويأكلوا معه ناس البيت مما يأكل في الشارع ذاته. نحن حقيقة في ولاية الخرطوم متعذبين تعبانين جدا جدا مع من هذه الأطعمة التي تباع، نسبة للأمراض التي تحصل منها وأغلبها كأمراض الكوليرا وأمراض الإسهالات وأمراض الدسنتاريا. كل هذه الأشياء يعني وقيرها تنعكس سلبا على ولي الأمر، فأناشد الأخوة في المحلية، الأخوان في المحلية والولاية والحكومة ذات نفسها أن تضع قرار صارم لهذه الأشياء. وأنا من ذات نفسي والله العظيم لم أشتري شيء من الشوارع نسبة لما تعرضت إليه سابقا. إذن عزيزي المشاهد، كانت هذه بعض آراء الشارع العام حول موضوع الأطعمة التي تباع في الشارع العام في محطات المواصلات والأسواق العامة، حيث تتعرض للغبار وتتعرض لكثير من الميكروبات التي يتضرر منها المواطن. هذا هو توقيعي أنا شعدنا الصديقيكل وتوقيع قناة درمان الفضائية. فما هو توقيعك أنت عزيزي المشاهد؟